دكتور أنتوني فخوري، أهلا وسهلا فيك على هواكم تي في. نحن اليوم يعني بالفرح بالمحبة، يعني smile for better Lebanon. ليه اخترت هذا الشعار وشو هدفه وشو المخطط تبعه؟ هذا الشعار نحن من وقت ما خلقنا عايشين بلبنان بمقاسة، عطول 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 ناطرين الأمل. فسمايل فور بيتر ليبانون، يلي بيضحك وبيبتسم عطول بيضل عنده أمل. فأنا جمعت بين الكونسبت تبع عياداتي سمايل تو سمايل وبين الأمل يلي اللبنانية عايشين فيه، وطلعنا بسمايل فور بيتر ليبانون. حبينا نجمع كل كل نجوم الفن والكوميدي بحفلات هيك حلوة سنوية، بناخد منها طاقة إيجابية ونروح ننشرها حوالينا. فرغم كل الظروف اللي عم بتصير بلبنان، أنا مصر أنه نضل عم نفكر بإيجابية. كيف جتك هيدي الفكرة اليوم جامع كل الكوميديا؟ يعني اليوم الفرحة كتير كبيرة. مزبوط، هي مش للسنة الثالثة عم نجمع تقريبا أكبر عدد من الكوميديانز بلبنان، وكل سنة عم بيكون في شوية تغييرات فيهم أكيد لحتى يقطع الكل بهيدا الإيفنت. هي الفكرة قلت لك، أنا كطبيب بزرع البسمة على الوجوه، وهن الكوميديانز كمان بزرع البسمة بالقلوب على الوجوه، فحبيت نجمعهم تناخد طاقة حلوة. وهيدي ميزة الكونسبت تبع الإيفنت يعني عن غير حفلات. شو في شيء جديد عم تحضروا؟ هلا ما في شيء، عم نتابع وضع البلد، عم نجرب نكون ايجابيين، عم نجرب نساعد على الارض قد ما فينا، وعم نهتم بعياداتنا بلبنان وبدبي. ف سمايل فور بيتر ليبانون عم بتطور سنه بعد سنه. هلا اكيد بس نخلص اليوم رح نبلش نفكر شو للسنه الجديده، للسنه اللي جايه شيء احسن وبعد متطور اكثر. دكتور شو بتنصح كل المشاهدين عبر هواكم؟ كيف يهتموا بحالهم؟ وين لازم يجوا لعندك؟ وين الكلينيك اللي يهتموا بسنانهم؟ نحن موجودين بلبنان بالحمرة كاستيك وجلد الدين بثلاث فروع، وبدبي بشارع الوصل. اهم شيء واحد يهتم بصحته، اهم شغله بصحته باسنانه بمظهره، لانه بالنهايه ما له الا نفسه الانسان. وهلا هالفتره المؤخره عم شوف كثير عالم يهتموا بحالهم، هذا الشيء كثير منيح وكثير صحي، خاصه من الجنراسيون الصغار، يعني بلاش يهتموا كثير بصحتهم من هن وصغار، فما في خوف على الاجيال اكيد. حتى دكتور اذا بتلاحظ صاروا الشباب يهتموا بحالهم اكثر من اكثر من البنات. الشباب اكثر من البنات والاعمار الصغيره حتى اكثر من الكبار، يعني بالعكس ثقافه الصحه والهيلث صارت وين ما كان بلبنان وبالوطن العربي ان جنرال. 100%. دكتور بدي كلمه اخيره لكل مشاهدين هواكم تي في. بدي اقول شكرا لحضوركم اول شيء، رح نقضي سهره كثير حلوه الليله، خذوا منا قد ما فيكم طاقه ايجابيه، نسوا الهموم والمشاكل على جنب وشوفوا شو رح نقدم. ثانك يو.